بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أنواع الخرائط. الخريطة التضاريسية، وهي خريطة تبين تضاريس الأرض مثل التلال، الهضاب، الأودية، ويمكن رسمها بواسطة خطوط الكونتور. أما إذا وضعت المظاهر والمعالم الحضارية على الخريطة، وهي المظاهر التي أقامها الإنسان، فستتحول إلى خريطة طبوغرافية مثل محطة رادار، مثل سد، مثل مطار، مثل سكك حديدية وهكذا. عندما يتم تضمين الطبقات الصخرية وتوزيع الصخور وترتيبها بالنسبة لبعضها البعض، فإننا نحولها في هذه الحالة إلى خريطة جيولوجية. الخريطة التضاريسية وأحد طرق رسمية. كيف نعبر عن الارتفاع؟ نحدد قيم الكونتور على المظهر التضاريسي، والذي يبدو في الورقة ثنائية البعد بهذه الصورة، خط الكونتور 300 200 100، والمركز تحتله قيمة كبيرة. إذن هذا المظهر يعبر عن ارتفاع، فعند تمثيل الارتفاع فإن قيمة خطوط الكونتور تزداد نحو الداخل، وعكس ذلك عند التعبير على الانخفاض. نلاحظ هنا أن المركز تحتله قيمة الكونتور الأصغر، وهو ما يعبر عن الانخفاض. عند التعبير عن الانحدار، يمكن التعبير عن الانحدار في هذا المظهر التضاريسي بهذه الصورة، وعندما نراها كخطوط كونتور نلاحظ أن خطوط الكونتور قد تزدحم في جهة فتعبر عن انحدار شديد، وقد تتباعد في جهة لتعبر عن انحدار خفيف. لرسم خريطة تضاريسية، نرسم أولا المكان المراد عمل الخريطة له بمقياس رسم مناسب، ثم بعد ذلك نحدد نقاط المنسوب أي الارتفاعات عن سطح البحر، ونحدد مقياس رسم مناسب. نقطة المنسوب هي نقطة ذات ارتفاع معلوم عن سطح البحر، وتكون موجبة إذا كانت فوق سطح البحر، وسالبة إذا كانت تحت سطح البحر. بعد أن عينا نقاط المنسوب على الخريطة بهذه الصورة، نوصل هذه النقاط المتساوية القيمة لتصبح لدينا خطوط كونتور. أحدد أين الماء، هنا هنا هنا، نوصلها ببعضها البعض، خط كونتور 100، خط كونتور 200، ثم خط الكونتور 300. أصبح لدينا مظهرا تضاريسيا كجزء من خريطة تضاريسية بواسطة خطوط الكونتور. خط الكونتور هو خط وهمي يصل بين نقاط على سطح الأرض لها نفس الارتفاع منسوبا إلى سطح البحر. الفرق الكونتوري في هذا المظهر أو في هذه الخريطة، وهو يعبر عن المسافة الكونتورية أي المسافة العمودية بين أي خطي كونتور متتاليين. فالمسافة الكونتورية أو الفترة الكونتورية هنا 100، وهي ثابتة في الخريطة الواحدة وتختلف من خريطة الأخرى حسب المكان الذي سنرسم له خريطة كونتورية، الارتفاعات اللي موجودة، وأيضا حسب مقياس الرسم. فالعلاقة بين خطوط الكونتور أو الفترة الكونتورية ومقياس الرسم هي علاقة عكسية. خصائص خطوط الكونتور: أنها لا تتقاطع، لأن لكل نقطة منسوب مختلف عن الأخرى، أي أنها مستويات متوازية، إذا لا يمكن رسمها بهذه الصورة، فلا يمكن أن يتقاطع خط الكونتور 100 مع خط الكونتور 200. أيضا عندما يوجد تكرار في خطوط الكونتور فإن هذا يعني انعكاسا في الانحدار. الانحدار قد يبدو بسيطا أو خفيفا، غير منتظم أو منتظم كما سنرى في هذا الشكل. هنا في هذه الجهة الانحدار بدأ خفيفا ثم ازداد، أما الانحدار هنا فمتساو في جميع الأجزاء. يسمى الانحدار في هذه الجهة بانحدار غير منتظم
بينما الانحدار في الجهة الأخرى بالانحدار المنطلق. المظاهر التضاريسية وكيف نقرأها على الخريطة. التل منتظم الانحدار، وهو عبارة عن مظهر تضاريسي مرتفع الانحدار فيه منتظم وتنحدر جوانبه في جميع الاتجاهات، وهو متساوي الانحدار في جميع أجزائه، ويظهر في الخريطة الكنتورية بهذه الصورة، حيث قيمة الكنتور الأكبر في المركز كبيرة، الخطوط دائرية، وفي نفس الوقت المسافة الأفقية بين خطوط الكنتور وبعضها متساوي. أما إذا كان التل منخفض الانحدار في جهة وشديد في جهة، فإنه يسمى تلا منتظم الانحدار. الانحدار هنا خفيف، انحدار في الجهة الأخرى شديد. فعندما يكون لدينا مرتفع من الأرض تنحدر جوانبه في جميع الاتجاهات، والانحدار مختلف في جزء عن آخر، يسمى هذا التل غير منتظم. الانحدار هنا الانحدار في هذه الجهة شديد، الانحدار هنا خفيف، إذن التل غير منتظم الانحدار. التل القبوي وفيه يظهر الانحدار شديدا في الأسفل خفيفا في الأعلى، ويظهر في خطوط الكنتور مزدحما عند القاعدة في الخارج وغير مزدحم في الداخل أي عند الارتفاع. وعكس هذا التل هو التل المخروطي، حيث الانحدار خفيف في الأسفل شديد في الأعلى، ويكون في الخريطة الكنتورية بهذه الصورة مزدحم في المركز وغير مزدحم أو متباعد عند القاعدة. الحوض هو عكس التل، أي أن خطوط الكنتور الأصغر تبدو في المركز، هنا خط الكنتور سالب 100 بينما في الخارج خط الكنتور 200. الهضبة وفيها تظهر في الخريطة الكنتورية منطقة خالية من خطوط الكنتور داخل المنطقة 40، في هذه الحالة وهو سطح مستوى يرتفع عن سطح الأرض. عكس هذه الهضبة السهل، فقط الاختلاف سيكون في قيمة الكنتور في المركز، فهي القيمة الأصغر وليست الأكبر كما كانت في الهضبة. السرج وهو عبارة عن منخفض بسيط بين تلين على جبل واحد، هذه المنطقة التي سنشير إليها بالرمز X تمثل سرجا. الجرف وهو منطقة يعني شديدة الانحدار، وتبدو فيها خطوط الكنتور مزدحمة في جهة هذا الانحدار الشديد، هنا هذا الانحدار الشديد يمثل جرفا. عندما يكون لدينا جرفين فإن المظهر التضاريسي يسمى خانقا، فهو عبارة عن هو عميقة ضيقة بين جرفين. الوادي كما يظهر في المظهر التضاريسي في الخريطة الكنتورية يبدو كلسان تندفع قيمة خطوطه نحو القيم الأكثر ارتفاعا، وفي هذا الاتجاه سيكون اتجاه الماء في الوادي الذي يمثله هذا السهم. عكس الوادي البروز، حيث يبدو كلسان أيضا، ولكن قيمة الكنتور الأكبر هي التي ستحتل المركز. نلاحظ أن السهم هنا يشير إلى خط الكنتور الأكبر، في حين أنه في البروز خط الكنتور أي خط كنتور رأس السهم تشير إلى قيمة الكنتور الأصغر. البحر يمثل بأي قيمة كنتور تحت الصفر، بينما خط الشاطئ يمثل بقيمة الكنتور صفرا، فالصفر هنا هو خط شاطئ البحر، بينما أي قيمة تحت الصفر تمثل البحر. الأرض المنبسطة تمثل بأرض خالية من خطوط الكنتور بين قيم كنتور متساوية، نلاحظ 50 50 50، هذه المنطقة التي ستبدو باللون الأصفر هي منطقة منبسطة ومستوية من الأرض. لنحدد معا بعض المظاهر التضاريسية. 1 يمثل سرج، 2 وادي، 3 أرض منبسطة، 4 حوض، 5 بروز، أما 6 فهو بحر لأنه أقل من القيمة صفرا. تدريب آخر، حدد مجاري الأودية على هذا
المظهر، عندي في 2 هنا وادي، سيتجه السهم نحو القيم الأصغر هنا، وأيضا هنا لدي أيضا هنا 3 أماكن يمكن أن تمثل أودية في الخريطة. لنأخذ تدريبا آخر، حدد 4 مظاهر تضاريسية على الخريطة. يمكن 1 هنا تمثل سهلا، نعم، 2 تمثل بروزا، 3 هنا في هذه المنطقة يمكن أن يمثل سرجا، لدينا أيضا يمكن أن نميز في هذه المنطقة تلا منتظم الانحدار، أيضا لدينا بحرا وخط لشاطئ البحر ومظاهر أخرى يمكن التدريب عليها. 5 هنا وادي، منطقة هذه واتجاه الماء في الوادي في هذا الاتجاه من 30 جهة الصفر. 6 تمثل ازدحاما، إذن هو جرف، و7 يمثل خط الصفر شاطئ بحر، بينما القيمة الأصغر لهذه القيمة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.